السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشوف هاي الحلقة كيفية استخدام السيماتيك 1 سي سي ران تايم كـ HMI أو كاسكادا سيستم. شفنا بالحلقات الماضية شاشات مختلفة من شركة سيمنز، لكن هذه الحلقة راح نشوف شيء مختلف اللي هو استخدام كمبيوتر HMI أو كاسكادا. طبعا الإمكانيات راح تكون كثير أكثر، وعملية الصيانة والبرمجة أسهل بكثير، وفي أغلب الأحيان تكون متماثلة كذلك. الآن اللي عندي في هذه الشاشة مثل ما جاي نشوف، إذا نشوف بالكاميرا عندي هنا هذه اللي هي كمبيوتر، هذا وهذا هو الـ PLC الـ S7-1214، وهذا سويتش ايثرنت سويتش مجرد مربوطة الى الكيبلات. اوكي، ليش استخدم السويتش الان؟ هذا السويتش هو نوع صناعي، طبعا يركب بالبنب، شوف شلون، ويتغذى 20 فولت. استخدم السويتش حتى اقدر اربط كل الاجهزه مع بعض مع كمبيوتر البرمجه البي جي مالتي اللي هو هسه الان، هذا البي جي مالتي اللي هو بروجرامينج ديفايس اللي بي تي ابورتر. اوكي، طبعا ممكن تستخدم الهاي ران تايم مو فقط مع التي ابورتر، لكن ممكن تستخدمها مع الستيب 7 والوين سي سي مثلا فليكسيبل، او وين سي سي اي فيرجن اخر. بس الان انا لانه مستخدم ال 1200 S7-1200 من شركة سيمنز، فراح استخدم التي ابورتر لانه لازم استخدمه على مود اقدر ابرمج هذا البي ال سي. اوكي، وبنفس الوقت راح استخدمه لبرمجة ال HMI اللي عندي. هذا هو السويتش بعدة منافذ خمسة، انا مستخدم ثلاثة من عندها. هذا للكمبيوتر مالتي، اوكي، هذا رايح الى البي ال سي، وهذا رايح الى HMI او الكمبيوتر الثاني هذا. اوكي، خلي هذا على جنب. هذا عندي البي ال سي مالتي، اوكي، مربوط مغذي باور ورابط للايثرنت، اوكي، اللي راح استخدمه. هذا الكمبيوتر اللي عندي هو تاتش، شوف هو تاتش، لان هذه هي سكرين سيفر. الآن بدأ يشتغل، أشوفه الكمبيوتر اللي عندي، أوكي، من الخلف. إذا نشوفه من الخلف، هو مجرد كمبيوتر، يعني هذا all in one بشاشة مع كمبيوتر مع بعض. لو كان أنت عندك كمبيوتر مثلا IBC اللي هو Industrial PC، أوكي، أو أي كمبيوتر آخر والشاشة منفصلة، إن كانت تاتش أو غير تاتش، ماكو أي مشكلة، هي مجرد انه هذا all in one والذاك هو الشاشة مالته منفصلة. اوكي، نشوف هنا عندنا هذا المنافذ بي سيريال، هذا للباور، وبمنفذين للايثرنت، انا مستخدم واحد من عندهم بي USB. اوكي، هذا من الخلف، طبعا ممكن يركب على البانل، هنا ينشد على البانل، هاي السبورتنج مالته، وهذه هي الشاشة من الامام، هذه تاتش سكرين، ومثل ما نشوف هو الان بويندوز 10. اوكي، هو منصب للآن ويندوز 10، ومنصب عليه كذلك الوين سي سي ران تايم ادفانس فيرجن 16، اصدار 16. والآن انا مشغله هذا هنا، ونشوف الاعدادات مالته مثلا، او نخلي بزاوية بحيث يبين السيتنج، هذا السيتنج للوين سي سي. اوكي، طبعا اكو اعدادات راح نحاول نشرحها لهذه العملية، بس هسه هذا الفيديو هو ليس لشرح الطريقة، وإنما لشرح الإمكانيات. أوكي، فهسه أنا نصبت عليه الويندوز، ونصبت عليه الوين سي سي، وسويت الإعدادات الداخلية هنا، أوكي، وجهزته كشاشة، أوكي، كHMI، وشغلته وخليته جاهز للتشغيل. أقدر أخليه هنا ترانسفير فيبقى جاهز للتشغيل. شنو الاعدادات اللي سويتها؟ الاعدادات اللي سويتها بداخل هذا الكمبيوتر، هو عينت له IP address، الادرس الان المعين اللي هو 192
16802. بالنسبة للبي ال سي اللي عندي اللي هو 192، الاي بي ادرس مالته 16801، وبالنسبة للبي جي مالتي اللي هو 192.168.0.10. اوكي، الان اجي هنا شغلت التيو بورتل، اجي للبروجكت فيو، هذا هنا عندي البروجكت فيو. اذا اجي اسوي ديتكتنج الان، اخذ هذا اكسسبل ديفايس واكشف الاشياء اللي عندي على الشبكه مالتي، هذا مثل ما قلنا هذا الفيديو يعني فقط شرح للامكانيات اللي موجوده اللي ممكن نستخدمها، واذا نريد نخوض بالتفاصيل يراد اكثر من فيديو ولا راح يكون الفيديو مطول جدا. الان فتح لي هذا من هنا لسه مثل ما قلنا رابط على الايثرنت بروفينت، والمستخدم اللوكال نتورك كارد مالتي هذا هو، واقول له سيرش. الان راح يبدي يكشف لي الاشياء اللي عندي او الموجوده على الشبكه مالتي. الان قال لي وجد هو واحد اكسسبل ديفايس، اثنين الان البي ال سي اللي هو هذا. الان اذا اسوي له فلاش ال اي دي، شوف شلون بدا يلمض هنا، هذه يعني هذا هو البي ال سي مالتي. هاي مثل ما قلنا هاي الفائدة من عندها انه نعرف انه اي بي ال سي جاي نشتغل عليه، لانه بالايثرنت راح تكون ان كثير من البي ال سيات ممكن مربوطة، لازم تعرف انت لا تشتغل على واحد غير المقصود. وهذا عندي هنا طلع لي سيماتيك بي سي، اوكي، وهذا هو الديفايس نيم مالته والاي بي ادرس. هذا انا محددهن سابقا طبعا، وتقدر تحددهن، واذا تراجع الحلقات الماضية هم راح تعرف شلون الطريقة. راح اقول له شو، حتى يعرض لي اياهم ضمن التري اللي موجوده هنا باللسته هذه. اوكي، طلع لي اياهم هذول هم. اوكي، اذا هذا بالنسبه للسيماتيك بي سي، طبعا من الضروري جدا انه تشتغل على الاجهزه نفسها. من تشتغل على الاجهزه نفسها الموضوع يختلف نهائيا من ما تشتغل في عمليه محاكاه وغيرها. يعني صح انت راح ممكن بعدين تشتغل على هذه الاشياء، لانه لازم تتعامل مع الاجهزه فيزيكال يعني. اوكي، هنا عندي هذه يطلع لي الاي بي ادرس للشاشه او للكمبيوتر البروفينت وغيره. هنا البي ال سي اللي احتاجه افتحه، اوكي، هذا هو البي ال سي مالتي. الموديل نمبر مالته اللي هو 1214، وهذا البارت نمبر 1EH30، والفيرموير 2.2. هذا الفيرموير، هذا مهم جدا ان اعرف الفيرموير. اوكي، الان عرفت الفيرموير وعرفت البارت نمبر، طبعا البارت نمبر مكتوب هنا على الجنب كذلك، اوكي، واقدر اعرفه. والاي بي ادرس مالته محدد، اذا اشوف الاي بي ادرس كذلك هنا، هذا هو الاي بي ادرس موجود، والسبنت ماسك اثنيناتهم على نفس السبنت ماسك. اوكي، الان افتح لي بروجكت، اسمي بروجكت 6 او اي اسم تريده تقدر تكتبه، نقول له كرييت. شوي نخلي هذا على جنب. الان راح يفتح لي البروجكت ونبدي نشتغل عليه، نضيف الهاردوير مالتنا. اوكي، الان فتح لي البروجكت، بروجكت 6 هذا هنا موجود. راح اقول له اد نيو ديفايس.
اوكي، اللي اريد اضيفه الان شنو؟ كنترولر، صح؟ اضيف الكنترولر مالتي، هذا الكنترولر اللي هو 14 12 14 دي سي دي سي ريلي، اللي هو هذا البارت نمبر 1EH30، هذا مكتوب على الجنب ونقدر نكشفه كذلك بالاكسسبل ديفايس. هنا أنا احدد الفيرموير مالتي اللي هو 2.2 اللي انا شفته، ممكن الاصدار اللي عندك يختلف فلازم تختار الاصدار الصحيح. نقول له اوكي. هسه ضاف لي الجهاز. طبعا ياخذ وقته حسب الكمبيوتر اللي عندك والسرعه الرام وغيرها من التفاصيل. اوكي، الان هذا هو البي ال سي اللي عندي، انقر عليه هنا واخذ البروبرتيز مالته. اوكي، طلع لي هنا التفاصيل مالته. بروفي نت، اول شيء احدد الاي بي ادرس مالتي اللي اريده، الايثرنت. اوكي، هنا عندي احدد له النتورك، ما عندي نتورك، احدد له سب نت نتورك مالتي هذه، وهذا هو واحد اخذه اصلا. اوكي، و الديفايس نيم اخليه كما هو. اوكي، الان اغلق هذا، اجي جنرال، اريد اجي هنا لل جنرال، خلينا نشوف هنا بالجنرال، اريد افعل الميموري، شوف هنا القاها الميموري. Protection connection from هذه system and clock memory. اوكي، هذا هنا انا راح افعله clock bit memory، هذه راح يعطيني نبضات. طبعا الادرس مالته اللي هو MB0 اللي هو بايت، و M00 اللي هو 10 هرتز، وينتقل الى M07 اللي هو 0.5 هرتز. هذه نبضات راح تكون موجوده بهذه الادرسات، راح استفاد من عندها انا، بس على مود التوضيح. الان خلصت من البي ال سي. اوكي، اجي الان ابرمج في شيء معين، مثلا اجي للمين بلوك هنا، راح اسوي برنامج تحكم بسيط. اجي النتورك الاولى، هذا النتورك الاولى، اضيف مثلا هذه كونتاكت هنا، واضيف اوتبوت. اوكي، بالنسبه للانبوت راح اخليه M1.0. اوكي، هذا على مود يتواصل مع الاتش ام اي، اخذه اسم هذا تاج واحد، هسه اغير اسمه اسميه HMI 0. اوكي، هذا اللي راح يشغل لي الاوتبوت، وهنا هذا كيو 0.0. اوكي، اوتبوت 0، واغير اسمه ريميان تاك، اسمي بي ال سي 0-0 او اوت بي ال سي اوت 0. اوكي، هسه ضبطتهم الى البي ال سي كبي ال سي تاكس تشينج. اوكي، هاي عندي السيرك، هاي منين تجي؟ هذا ميموري راح اغيره انا. اوكي، اللي هو الادرس مالته M1.0، ما استخدمت الزيرو الام 0.0 لانه ذاك مستخدمه للكلوك انا. اوكي، فاذا اجي هنا للتاجات اللي عندي واسوي اشوف التاجات اللي عندي، هذول التاجات الان اللي عندي، هذول الاثنين اللي انا عرفتهم، وهذول موجودين من البي ال سي كلوك اللي حيعطيني النبضات او الهيرس
المختلفة حسب البت اللي موجود. اوكي، الآن خلصت من البي ال سي. الآن أجي أضيف جهاز آخر. الآن أضيف بي سي سيستم. شنو من البي سي سيستم؟ أضيف الران تايم اللي هو سيماتيك اتش ام اي ابلكيشن، وان سي سي ران تايم ادفانس. هذا اللي انا منزله من الصبر على الكمبيوتر مالتي، اوكي، او الاي بي سي. زين، ايش قد الاصدار اللي عندي؟ اقول لك الاصدار اللي عندي ايش قد حسب ما انت منصبه. انا منصب 16، راح اخذ 16، مو لانه تي ار بورتل 16. تي ار بورتل 16 يبرمج كل الران تايم لحد 13، شوف شلون كلهم يبرمجهم، فراح اخذ انا 16 لان المنصب الان 16. اقول له اوكي، وليش ادفانس؟ لان انا اللي منصبه ادفانس، لو كنت منصب بروفيشنال اخذ بروفيشنال. راح اقول له اوكي، شوف هنا راح يضيف لي اياها بهذه الشجره او التري اللي موجوده هنا. طبعا الشاشة تنطفي لأنه سيفنج للباور. أوكي، الآن أضاف لي ال بي سي ستيشن. أول شيء اللي أجي راح أسويه هنا لازم أسوي الكونفجريشن اللي عندي. الكونفجريشن راح أقول له هنا الكمبيوتر نيم ايدنتيكال تو بي سي ستيشن نيم، يس. زين، شنو هو الكمبيوتر نيم؟ إذا تتذكرون هناك بالتري طلعنا احنا الكمبيوتر نيم. اوكي، بالتري مالتنا اللي كشفنا بيها هذا هو الكارت مالتي وهذا التري. شوف هذا هو الكمبيوتر نيم اي بي سي داش وين سي سي 16. راح اكتبه هنا اي بي سي داش وين سي سي 16. اوكي، هسه هاي خلصت من عندها، سويتها هذا الكمبيوتر نيم. خلينا نحاول هاي، نشوف حولها هنا شويه، هاي ننزلها شويه هنا او نشوف هاي. اوكي، هسه الان خلصت من هذه، سويتها. اجي هنا للكونكشن، هاي بالنسبه للرئيسيه. اوكي، هنا أنا نقلت على اللي هو سيماتيك بيس ستيشن وطيت الاسم. اوكي، الان اجي للون سي سي الجنرال. اوكي، هم هنا انا راح اخليه النيم اي بي سي داش وين سي سي وين سي سي 16. اوكي، هم غيرتها. النيم مالتي ال اتش ام اي. هسه الان انا غيرت الاشياء الاساسيه. زين، اذا اشوف هنا، هنا ما عندي الان نتورك كارد، لازم اضيف نتورك كارد. منين اجيب النتورك كارد؟ اجيبه من هنا. هذا النتورك كارد اللي هو موجود داخل الكمبيوتر، فاجي لل كوميونيكيشن موديول بروفي نت ايثرنت واخذ الاي اي جنرال. هذا جنرال النتورك كارد اللي موجود داخل الشاشه مالتي، اللي موجود داخل هذه الشاشه. اوكي، لو كان هذا يعني من هذول الكارتات اختار، هذول خاصين بسيمس طبعا، انا راح اختار الجنرال. وين اجيبه؟ احطه اول واحد. الان حطيته اول واحد. اوكي، هاي سدها الان، حطيته اول واحد، انقر عليه، اسوي له الكونفجريشن مالته. زين، شنو هو الكونفجريشن اللي عندنا؟ الكونفجريشن اللي عندنا نجي للجنرال. اوكي، اي جنرال، اجي للاي بي ادرس، ايثرنت ادرس. هنا راح اضيف للنتورك اللي انا خلقتها مسبقا للبي ال سي، اربطهم مع بعض. اوكي، الاي بي ادرس هم كذلك اعينه، انا معين له اثنين
وهو هنا طالع اثنين، اذا كان غير واحد اغيره يساوي متشابه، يصير نت ماسك نفسه. اوكي، هنا البروفي نت، هاي هم مهمه، جنريت بروفي نت ديفايس نيم اوتوماتيكلي، هاي راح الغيها. اوكي، وهنا راح احط انا اي بي سي ديفايس نيم نفسه اللي هو كمبيوتر نيم وين سي سي 16. اوكي، خليته هذا هنا زين. هنا ادفانس ما راح اتلاعب بيها، راح اغير فقط هذه الاشياء اللي هو اختاريت الشبكه والاي بي ادريس والديفايس نيم حطيته. الان الكونفجريشن خلص. اوكي، اجي هنا مره ثانيه اطلع واجي الى الديفايس كونفجريشن. هنا أنا عندي هذه اللي هو الاي بي سي الران تايم سيتنج. اوكي زين، هنا أنا من الران تايم سيتنج لازم اعرف السكرين ريزوليوشن. السكرين ريزوليوشن راح اخذها انا 800 600، هاي منين اجيبها؟ انت كيفك طبعا اللي تريده. شنو اذا اجي هنا اشغل هذا الكمبيوتر؟ اوكي، اجي الى الشاشه هنا مالتي الاعدادات واشوف، خلي اركب هذا الماوس على مود اقدر اراوك اياه بشكل مضبوط. اوكي، الان ركبت له ماوس انا، شيل هذا. اوكي، ركبنا ماوس، خلينا نجي هنا رايت كليك على الشاشه واخذ الديسبلاي سيتنج. واجي للريزوليوشن واشوف الريزوليوشن المعينه ايش قد بالنسبه للشاشه. هاي الريزوليوشن، ديسبلاي ريزوليوشن، ما اعرف اذا واضحه. ديسبلاي ريزوليوشن اللي هو 800 في 600، 800 في 600. اوكي، وبالنسبه للديفايس نيم تجي على الماي كمبيوتر هنا رايت كليك تاخذ بروبرتيز. اوكي، وراح يعطيك هو هنا الديفايس نيم او الكمبيوتر نيم اللي عندك اللي هو هذا ديفايس نيم اي بي سي، هذا انا معينه اثناء تنصيب الويندوز. اوكي، اغلق هذا. الان عرفت انا الريزوليوشن اللي عندي، اريد احط ريزوليوشن. لا طبعا ما يصير تحط ريزوليوشن اعلى، لازم تحط ريزوليوشن اقل، على مود اذا 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 كانت اعلى راح تطلع اكبر من الشاشه اللي عندك، تحط اقل على مود او نفسها. اوكي، على مود تتطابق مع الشاشه، او تحط اقل على مود تكون اصغر مثلا. اوكي، الان حطيت انا هنا الريزوليوشن، اكو بعد اعدادات ثانيه ما راح اتدخل بها، راح اخذ فقط الريزوليوشن من هذه النقطه واجي نوب للسكرين. اوكي، راح من السكرين اضيف سكرين لاول سكرين راح انا اسويها ابرمجها. طبعا هاي العمليه هي مشابهه لاي شاشه اجا معي. اوكي، ما عدا الديفايس راح يختلف عندك، ولا عمليه الان هاي راح نسويها هي كلها نفس الشيء نفس الطريقه. فراح احط انا هنا مفتاح، المفتاح الاول وهذا المفتاح الثاني، اسحبهم واحط هذه ك ال اي يعني لايتس خلينا نقول. اوكي، اجي للمفتاح الاول هنا. اوكي، طبعا اقدر احطهم هنا بهذا الشكل، شوف هنا يعطيك هو تريدهم مع بعض، شوف شلون يعني يساعدك على نفس اللاين، اقدر اخليهم على نفس اللاين، اخليه هنا على نفس اللاين، شوف شلون، او تريده على هذا مثلا يعطيك اياهم كذلك، هذا على نفس اللاين، شوف شلون بهذا الشكل يعني يساعدك بالبرمجه. هذول شوف افقي وعمودي هالشكل زين. خلينا نكبره شويه هذا، نسحبه هنا. هاي لا طبعا لازم تشتغل على ما تعرف هاي التفاصيل، هذه هم كذلك نكبر شوية. اوكي، وهنا نخلي هنا مع هذا شوية نكبره وننزله هنا.
زين الاول هذا راح اخليه يشغل لي الاوتبوت 0 مالت البي ال سي، فاخذه اوكي. خلنا هذا نغلقها، هاي ودي اجنب من هنا. زين هاي هي الان اختاريت هذه الابيرنس، تريد تغير الابيرنس تجي من هنا تغير الابيرنس، ما راح اغير انا اي شيء، راح اجي فقط للجنرال والتكست هنا اللي مكتوب راح اخليه سميها مثلا بامب اوكي بامب 1 اوكي المضخة الاولى حلو. هنا هذا التكست تريد يختلف او لا؟ انا ما راح اخليه يختلف، راح اخليه كما هو، يعني من تضغط اوكي من تضغط او ما مضغوطه بامب 1. وهذه خلينا نكمل هذه، خلينا نكمل هذه للاخير وبعدين يلا نرجع للثاني. زين هسه حيينا التكست سميناه بامب 1، نجي للايفنتس. الايفنت شنو اللي تريده؟ كليك بريس الى اخره. انا راح اخذ بريس من اضغطها بصبعي، اريد اكشن معين يصير. الاكشن اللي اريده هو بت، واريد انفرت بت يعني عكسه، اذا كان 0 يسوي 1 واذا 1 يسوي 0 انفرت اوكي. زين اي تاج راح انقر هنا واجي للبي ال سي. اذا انت معين تاجات طبعا هنا معين تاجات للاتش ام اي تقدر تروح لها، بس انا راح اخذ هسه التاجات المعينه في البي ال سي اوكي. راح اخذ التاج الموجود بالبي ال سي التاجات اللي موجوده بالبي ال سي اللي هو اتش ام اي، هذا اللي انا عيدته حطيته بالبرمجه مالتي باللدر صح؟ راح اخذه اقول له اوكي. زين هسه شنو اللي سويته انا؟ قلت له انه هذه البوتوم من راح اسوي برس عليها اضغطها بصبعي اسوي انفرتنج لهذا اللي هو شنو 1.0 ام 1.0 معين بالبي ال سي. هسه خلصنا من هذا البوتوم، خلينا نجي لهذه. هذه هنا أنا راح اعين لها هالمره مو ايفنت لان هاي مو ضبط، هاي عرض، فاجي انيميشن. من الانيميشن اجي اللي هو هذه اوكي دايناميز كولرز اند فلاشينج، اخذها. زين شنو اللي تريده؟ اي تاج اريد من البي ال سي ديفولت اوكي، اي تاج اريد اربطه راح اخذ البوينت 5 هرتز هذه على مود تكون بطيئه ونقدر نشوفها هذه التاج. زين هذا التاج شنو اللي تريده؟ من يكون زيرو الباك جراوند شنو؟ راح اقول له الباك جراوند من يكون زيرو اريد ارد، والبوردر اللي هو هذا خارجي اوكي اخليه اسود كما هو، ما راح اغير. واذا وان راح اقول له سوي لي اخضر اوكي، فيصير احمر اخضر، من يصير زيرو احمر من يصير وان اخضر. هسه هذه هم خلصنا من عندها. الان عندي الاخيره هذه راح اخليها يطلعني من الران تايم، لان اذا ما اخليها لازم اغلق اسوي كلوز للران تايم. فهذه راح اخذها من الجنرال بروبرتيز جنرال واقول له هذه سميها الي كلوز او شت داون ران تايم اوكي. زين شت داون ران تايم هذه لازم شنو تجي؟ تجي ايفنت. ليش؟ لان هذه راح اضغط عليها انا بريس من اضغطها. زين من تضغطها شنو اللي تريده؟ راح اقول له هنا اجي اول سيستم فانكشن وادور على اكزيت ران تايم، اشوف وينها اكزيت ران تايم، وينها الفانكشن هذه اللي يغلق لي الران تايم.
موجودة هنا بس خلينا نلقاها. كلوز سمارت سكرين. هاي كلها طبعا فوكشنات تقدر تستفاد من عندها أثناء البرمجة، على كيفنا نجي نقراهن واحدة واحدة. اكتبت سكرين تشينج لازم ندور عليها ونلقاها. اوبن اوكي هاي شوفها ستوب ران تايم، ستوب ران تايم. اوكي ستوب ران تايم. هسه راح احفظ البروجكت. اوكي حفظت البروجكت. الان شنو اسوي؟ لازم اسوي داونلود صح؟ اول ما اسوي داونلود لازم اروح للبي ال سي، اختار هذا البي ال سي مالتي من هنا واسوي داونلود. خلي نفتح الشاشه الكبيره. اوكي اختار هذه واقول له داونلود تو ديفايس. راح احمل البرنامج مالتي الى البي ال سي. اول واحد البي ال سي ابحث عنه. اوكي نحمل اول شيء للبي ال سي، بعدين نحمل للاتش ام اي. هذا البي ال سي هل يا ترى هو فعلا نفسه هذا؟ اقول له فلاش. شوف شلون بدا يعطيني هنا الوان مختلفه، معناها هو فعلا. اقول له لود. راح يبدا يحمل. طبعا الفيديو ممكن راح يكون مطول بس هذا يعني اقصى اختصار ممكن نسويه. قال لي موديل ار ستوب فور داونلودينج، يس ستوب اول. لازم اوقفه يعني اخليه بوضعيه الستوب. شوف اللايت هنا كان جرين صار اورنج. هسه خلص الداونلود اقول له فينيش ستارت ذا موديل. هنا بدا يشغل لي اياه للبي ال سي. اوكي الان خلصت من البي ال سي. الان اجي اغلق، مو اغلقها يعني اسوي هسه اسدها واخذ الشاشه اللي عندي الان، ومن الشاشه اقول لها همين داونلود. خلي هاي وخليها تشتغل انا وانت تشوف شنو يصير. اوكي زين شنو عندي؟ ايثرنت كونفيجر اي بي ادريس، لا يوز اي بي ادريس. الاي بي ادريس اللي انا معينه لها 192.168.0.2. واقول لك كونكت. خلينا نشوف هنا على الشاشه شنو راح يصير. هسه الان روبوت. اوكي واقول له لود. شوف هنا الشاشه هم كذلك راح تستجيب، بدا يسوي كومبايلينج الان. هسه شوف الشاشه بدات يصير بها تغيير وبدا عملية التحميل. الآن يطلب من عندي فد شيء، يقول لي البرنامج أسوي له أوفر رايت على القديم، أقول له يس. شوف الآن بدأ يشتغل أوتوماتيك وشغل لي إياها للشاشة. الآن شوف هذا، هذا اللي هو أنا ربطته المن لل 0.5 هرتز فيشتغل وينطفي. هذا اللي هو الميموري كلوك. زين الان شنو اللي راح اسوي انا؟ راح اشغل البامب 1. خلينا ننتبه هنا، شوف هنا هذا خلينا ننتبه عليه. شوف اشتغل جاي تشوفه اللي هو هذا اللايت 0.
شوف اوف اون اوف، هسه شنو جاي تنتقل الاشاره يعني، شوف شلون وهكذا. طبعا تقدر تبرمجها باشياء متحركه، اشياء كثيره جدا، تحط صور، تحط اي شيء، فويس، كل شيء ممكن. اوكي الان، او هذا اللي هو للكلوك مثل ما قلنا، خلينا نقول هذا هو الانبوت. الان انا لانه ما عندي انبوت لازم اعطيه باور على مود اطلعه هنا، فخليت هذا. تقدر تخلي انبوت وتربطه مع الانبوت. اوكي هذه شنو فائدتها؟ هذه شوف الان ما اقدر اطلع، ماكو ليش؟ لانه غطى لي كل الشاشه بعد استخدمها. اذا اريد اطلع الى شاشه او اخرج الى شاشه بعدها او قبلها، اكو طبعا لها اعدادات وبرمجه. الان اريد اغلق الران تايم بشكل كامل على مود اطلع الى الويندوز، راح اقول له شت داون ران تايم، راح يطلع لي الى الويندوز. اتمنى هذه نهايه حلقتنا، وان شاء الله الحلقات القادمه نشوف اذا قدرنا ندخل بتفاصيل اكثر.